يا توجه توجه بريء كي بلندي يا مايدا يا بديا يا ماوا ما قلوك تلو دا يا توجه توجه بريء كي بلندي يا مايدا يا بديا يا ماوا أدميت بلاد لا سيدي أدك بلام يا جيبيلندي يا مايدا يا بديا يا ماوا أدميت بلاد لا سيدي أدك بلام يا جيبيلندي يا مايدا يا بديا يا ماوا أدميت بلاد لا سيدي أدك بلام يا جيبيلندي يا مايدا يا بديا يا ماوا ما قلوك تلو دا يا توجه توجه بريء جيبيلندي يا مايدا يا بديا يا ماوا أدميت بلاد لا سيدي أدك بلام يا جيبيلندي يا مايدا يا بديا يا ماوا أدميت بلاد لا سيدي أدك بلام يا جيبيلندي يا مايدا يا بديا يا ماوا Thank you.
نزرع الخير في بلدنا احنا من سحل خرجنا نزرع الخير في بلدنا We'll be right back.
دانا هنو الليل دانا هني الليل دانا هنو الليل دانا 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 هنو الليل دانا الليل دانا الليل دانا يا الليل دانا الليل دانا الليل دانا الليل دانا هنو الليل دانا الليل دانا هنو الليل دانا من أرض التاريخ والحضارة يرحب بكم الملك تهارقة وأحفاده ويتشرف بحضوركم الأنيق والمحترم. مساء الجمال عليكم بمختلف مقاماتكم السامية. مساء الخير على كل الناس اللي بيشاهدنا وبيتابعنا عبر قناة سودانية 24 بلد في شاشة، الشريك الإعلامي للنسخة الخامسة من جائزة تهارقة الدولية للسينما والفنون. تحية طيبة ممزوجة بوهج حضرتكم الرائع وأصوات موج البحر الأحمر. من قلب البحر الأحمر وتحديداً جزيرة السواكن داخل مبنى الجمارك، نفتتح اليوم نسختنا الخامسة من جائزة تهارقة الدولية للسينما والفنون. نتمنى لكم تجربة سينمائية بنكهة سياحية مختلفة.
جائزة تهرقة الدولية للسينما والفنون هي جائزة سينمائية دولية رفيعة المستوى تقدم كل عام لصانعي الأفلام من جميع أنحاء العالم من قبل مجموعة سينما الشباب. أصبحت جائزة تهرقة الدولية من أهم الأحداث السينمائية في السودان والوطن العربي وإفريقيا، وتساهم في تشجيع صانعي الأفلام والهواة للوصول للاحترافية. وفي كل عام يتم اختيار لجنة تحكيم ذات مستوى عالي من الاحترافية والمهنية تقوم باختيار 28 جائزة سينمائية كأفضل فيلم روائي طويل وأفضل فيلم روائي قصير وأفضل مخرج وأفضل ممثل وممثلة وأفضل سيناريو وأفضل موسيقى تصويرية وأفضل مؤثرات بصرية وأفضل مونتاج. ويتم الإعلان عن جائزة تهرقة الدولية للسينما والفنون في حفل فخيم يعبر عن عظمة الملك العظيم تهرقة وعراقته التاريخية، وأيضاً يعتبر ملتقى فني وسينمائي دولي يقام سنوياً في شهر ديسمبر بالسودان. في مثل هذا اليوم من العام 2013 تم تدشين جائزة تهرقة الدولية للسينما والفنون من قبل مجموعة سينما الشباب كأول جائزة سينمائية في السودان بحضور عدد من أهل الإعلام وهواة السينما ومحترفيها، باعتبار أنها منصة تتيح لعدد من المبدعين إبراز أعمالهم السينمائية والثقافية المختلفة وتوالت الأعوام وصولا إلى عام 2017. وها نحن ذا نفتتح نسختنا الخامسة بحمد من الله وتوفيقه. مصطفى النعيم مدير ومؤسس جائزة تهرقة الدولية للسينما والفنون، المساحة متروكة لك الآن للحديث عن النسخة الخامسة. اولا حاجه نحن ضيوف على بلد عزيزه جدا جدا ولايه البحر الاحمر، سعيدين جدا جدا نحن وسط اهلنا وسط اخواننا وسط اصحابنا وسط اهلنا اللي بيدعمونا وبيسندونا. ما تتخيلوا كميه الفرح والشجن الجوانا حاليا نحن كفريق جائزه التهرقه الدوليه للسينما والفنون واخواننا واصحابنا واهلنا وكل زول في السودان بيدعم فينا حتى لو كان بكلمة طيبة يعني. فحقيقي حقيقي 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 دي حاجة نحن بنفتخر بها وبنعتز بها جدا جدا. شكرا جزيلا لكل زول تكبد مصاعب ومشاق السفر عشان يصل يجينا جزيرة سواكن في 9 ساعات عشان يشوف جمال وسحر هذه المدينة وهذه الولاية العظيمة اللي هي تعتبر واجهتنا للسياحة، واجهتنا للعمل بأشد أشكاله. وأجمل ما في هذه المدينة إنه ابتسامة أهلها المالح بتاعهم بشيل كل السلبية جواهم، بخلي إيجابية كبيرة جدا جدا في كل وجوه كل واحد موجود حاليا في مبنى الجمارك. مبنى الجمارك يعتبر من أول هو من أوائل المينا، يعني أول مينا على أفريقيا. من هذا المكان كان بيتصدر كل البضائع السودانية وبتجينا كل المنتجات الآسيوية والأفريقية. لنا الشرف كجائزة التهرقة الدولية للسينما والفنون إنه نحتفي بهذه الجائزة في نسختها الخامسة على هذا المكان العريق وسط ناس محترمين وسط ناس بتحبنا وبتحب السودان. أنا ما عايز أطير عليكم، أنا بس بشكر كل القنوات الإعلامية، بشكر كل الشباب أساهموا معنا، كل المخرجين من كل دول العالم اللي هم ما يقارب 343 مخرج. تم اختيار 40 فيلم للمشاركة للمنافسة على جائزة التهرقة الدولية للسينما والفنون في نسختها الخامسة. بشكر برضو لجان التحكيم الأستاذ محمد العدل والأستاذ سلوى محمد علي والأستاذ الأستاذ منصور الفيلي كضيف معانا حاليا، وبرضو الأستاذ ملك خوري من لجنة التحكيم. أنا يعني سدة السعادة لما ما قادر أتكلم
والفرح اللي احنا جوانا، يعني ما كنا متوقعين حقيقه انه نعمل هذا الجمال معاكم هنا في هذه الارض الطيبه. انا شاكر جزيل الشكر لكل الموجودين، وشكر خاص لكل الشباب اللي جونا من الخرطوم، كل الحب كل الاحترام كل التقدير، كونك انك بتدعم تهارغة بانك انت قاعد معانا وسطنا. شكرا جزيلا لكل الناس اللي معانا، شكرا جزيلا استاذ بلغيز عوض، شكرا جزيلا الاستاذ الطيب مهدي، شكرا جزيلا ابن الرجل السينمائي الاول الاستاذ محمد جاد الله، استاذ يعني الريال، شكرا جزيلا للمحتصم من دوله من مملكه الاردن، شكرا جزيلا لكل شخص تكبد المشاق ويانا، وشكرا جزيلا لسياده الوالي لاتاحت الفرصه الكبيره انه نكون ضمن مهرجان السياحه والتسوق الحادي عشر، شكرا وزاره السياحه، شكرا السيد المعتمد محليه سواكن، شكرا تيكا اللي اتاحت لنا المكان بالتعاون مع ولايه البحر الاحمر انه نكون موجودين في مشروع لسه ما تم تسليمه. دي حاجات كلها نحن نشكر فيها ربنا ونشكر فيها كل زول ساهم انه ادانا المساحه اللي خلانا نكون موجودين الان ونحقق احلامنا. اجينا لا شهر واحد كزوار عاديين، سواق عاديين بنتفرج في بلدنا اللي احنا ما بنعرف عنها حاجه. جينا خاشين بالمبنى ده، تخيلنا بس، حلمنا بس انه في يوم من الايام نعمل جائزه طهارغه هنا، وفعلا بعد 9 شهور كانت جائزه طهارغه الدوليه للسينما والفنون في نسختها الخامسه، وانتم الليله قاعدين فيها. شكرا جزيلا. سلام، مرحبا،
السلام عليكم. اتنينا دبايوا كتبنا لبابي بانا كفر لكم كوبام سلام. دي الكلمات اللي بنسمع فيها من لحظة وصولنا لسواكن وترحاب أهل بينا، أهل الضيافة والكرم. حنخليكم مع كلمة أهل الولاية، فليتفضل مشكورا معتمد محلية سواكن أستاذ خالد سعدان. السلام عليكم ورحمة الله. سيدي الوالي، الأخوة الضيوف، سعيدين جدا اليوم أن نتحقق جزء بسيط مما نصب إليه بجعل هذه المحلية السياحية الأولى في المحليات العشرة لولاية البحر الأحمر. في الحقيقة نحن اليوم سعدنا كثيرا لأهلنا في سواكن بأن تكون هذه الفعالية الكبيرة لجائزة الملك تهراغة ضمن فعاليات السياحة، وهي موجودة في داخل جزيرة السواكن التاريخية، تعكس لنا بما هو زاخر من تاريخ لهذه المحلية، وشعب هذه المحلية له تراث عريق وثقافة. إن شاء الله نحن نجعل من هذه الفعاليات مصادر لدخل لكل مواطن في هذه المحلية. وفي الحقيقة سعدنا كثيرا بهذا العمل الجميل جدا في أخواننا فريق جائزة تهراغة، وإن شاء الله سوف تكون هنالك شراكة ذكية بيننا وبينهم، لا تنقطع الصلة بيننا وبينهم في هذا المحفل، ولكن إن شاء الله نوعدهم يا سعادة الوالي بأنه يكون هنالك برامج متصلة حتى أنه نفعل العمل الكبير القائم في هذه المحلية في خصوص وما يختص بالسياحة إن شاء الله. وأبشركم إن شاء الله أخواني في جائزة تهراغة بالنجاح الجميل، الحضور الطيب. إن شاء الله سوف يكون هناك أسبوع جميل جدا نحضر سويا في هذه الموقع، في هذه المنطقة، في هذه النقطة الجميلة من جزيرة السواكن. وشكرا جزيلا. كويس انها جات سليمه. الان ممثل وزاره السياحه استاذه ساميه اوشيك في كلمات، فلتتفضل. اهلا بك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سعادة والي الولاية الأستاذ علي أحمد حامد وفده الميمون، أحييكم تحية طيبة من عند الله مباركة. سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. كما أحيي عبرك ضيوفنا من فريق عمل جائزة تهارغة، وضيوفهم أصحاب الدعوة. التحية مغرونة بالتهنئة للنجاح الظاهر التي حققته فعاليات النسخة 11 من هذا المهرجان، الذي نحسب أنه
حقق مرماه في بداية الانطلاقة. التحية أيضا لكل من شارك في هذه الفعالية من مجتمع محلية سواكن المضياف. التحية أيضا لضيوفنا من بقية المحليات لحضور هذه الفعالية. التحية مغرونة بالتهنئة لكل من شارك ورتب أمر هذه الفعالية. الشكر أيضا موصول للسيد وزير السياحة الاتحادي الذي أهدأ لنا هذه الفعالية. والشكر موصول أيضا للسيد والي الولاية لرعايته الكريمة لهذه النسخة. أيضا الشكر موصول للسيد وزير السياحة الولاية الأخ صالح صلاح لإشرافه المباشر على هذه الفعالية منذ وطأ أقدامهم وانطلاقتهم لصافرة أول إعلان لهذه الجائزة في هذه الولاية. الشكر كل الشكر للجنة العليا لهذا المهرجان التي ساهمت في الإعداد والترتيب والإخراج الجيد والمميز التي نحسب أنه نقلنا لمصاف العالمية. ونحن نوعدك سيد الوالي سنحافظ بل سننطلق للإبداعية إن شاء الله في بقية هذه الفعاليات الممتدة قرابة الشهرين بإذن الله تعالى. حقيقة لا أريد أن أطيل ولكن أريد أهني أنفسنا وأن أهنئكم جميعا بكل هذه الفعاليات المميزة التي أتت لنا بهذه النسخة مميزة وجميلة ومتألقة. ختاما لا أريد أن أطيل إلا أن أقول الشكر كل الشكر وأتمنى أن نتواصل دوما مع هذه الفعاليات من الداخل والخارج حتى نحقق مرمى تطوير هذه السياحة في كل محتوياتها بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا. الآن عايزين نعرف عن الترحاب الرائع والجميل اللي كان لجائزة هرقة الدولية للسينما والفنون من خلال السيد الوالي ولاية الولاية البحر الأحمر أستاذ علي أحمد حامد، فلتتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وسلم. مرحبا بالحضور جميعا من داخل وخارج السودان، تحية لكم طيبة ومباركة من عند الله باسم مواطني ولاية البحر الأحمر. نحن سعيدين اليوم نشوفكم في إطار فعاليات مهرجان السياحة والتسوق في النسخة رقم 11. هذه النسخة التي أعلننا إنها نسخة عالمية من المهرجان. يمكن كثير منكم شاهدوا انطلاق فعاليات المهرجان يوم 7 ديسمبر في بورسودان ومشاركة عدد من الفرق من خارج السودان. ونحن اليوم نشهد هذا الحدث الكبير، جائزة تهارقة للأفلام الوثائقية، وأيضا فيها مشاركات من خارج السودان. فالتحية لكل الذين شاركوا معنا من داخل السودان ومن خارج السودان، ونحيي الشباب الذين يقودون هذه المبادرة. وحقيقة نقول نحن مصرين على صناعة سياحة حقيقية فيها تنوع، فيها تشوق، فيها تلبية لطموحات وتطلعات ورغبة كثير من الذين يرغبون في السياحة في شتى أنواعها. لدينا سياحة التاريخ، فنحييكم من مدينة سواكن، أقدم ميناء على ساحل البحر الأحمر، أقدم ميناء أفريقي على ساحل البحر الأحمر. سواكن لم تكن ميناء السودان وحده، وإنما كانت ميناء أفريقيا كلها، تربطها بالشرق الأوسط بالجزيرة العربية، تربطها ببقية دول العالم. نحن نريد أن نعيدها سيرتها الأولى، نريد أن نعيد سواكن مرة أخرى مدينة فاعلة في الثقافة، مدينة فاعلة في الاقتصاد. نشكر منظمة تيكا التركية التي أهلت هذا المبنى ليستضيف مثل هذه الفعاليات. نحن أيضا في إطار مشروع إعادة بناء سواكن لدينا أحداث كثيرة جدا إن شاء الله سعيدة نشاهدها جميعا، وبشرة خاصة وسارة لصناع الأفلام وصناع السينما. ولاية البحر الأحمر ستكون الولاية الأولى في الإنتاج السينمائي وفي إنتاج الأفلام وفي صناعة السينما وفي صناعة الأفلام.
ستتبنى الولاية مهرجان سنوي للسينما والأفلام، يعلن عنه إن شاء الله في حينه، ولدينا هيئة متخصصة تدرس إخراج هذه الصناعة وهذا البرنامج. ولاية البحر الأحمر بساحل البحر الأحمر الطويل أكثر من 750 كيلومتر بجبال الأحمر الشاهقة التاريخية الجميلة بسهولها وبصحاريها، مؤهلة لتكون موقع لصناعة أجمل الأفلام في العالم، ونحن نقبل هذا التحدي ونعلن إن شاء الله أن نكون أول ولاية سودانية تهيئ هذا المسرح الكبير ليكون موقع لصناعة الأفلام العالمية والمحلية والإقليمية. شكرا جزيلا والسلام عليكم، وأتمنى لكم التوفيق. سواكن ميناء السودان وقلب إفريقيا الأول والأقرب إلى مكة المكرمة، يرجع تاريخها إلى 3000 سنة، ففي وقتها استعملها قدماء المصريين كميناء في طريقهم إلى أرض شرق إفريقيا لإصطياد الفيلة وجمع الذهب. ظهرت سواكن في كثير من مدونات المؤرخين والرحال العرب، فذكرها المعز في القرن العاشر وابن بطوطة في القرن الرابع عشر. ظلت مركزاً بحرياً ومحطة للأسطول التركي طيلة القرن السابع عشر، وهي الفترة التي شهدت تشييد المباني الكبيرة مثل بيت خورشيد أفندي وبيت عائلة الشناوي ومبنى الضرائب ومبنى المحافظة ومسجد الخلفاء الراشدين والعديد من المباني التي تميزت بمعمار أثري يأخذ طابع العصور القديمة. وقد شيدت مباني الجزيرة من الحجارة المرجانية. وبمواصفات معينة، وهو الشكل الذي يعطي العمق الأثري والجمال المعماري لسواكن حالية. أصبحت سواكن ذات أهمية كبرى بالنسبة للسودان ومصر، فإضافة إلى أنها الميناء الوحيد الذي يمر به الحجاج آنذاك من إفريقيا إلى مكة، كانت مركزاً تجارياً مهماً، كذلك تمر به جميع البضائع. سكان سواكن هم خليط من السكان الأصليين من قبيلة البجا والمهاجرين الأجانب، فقد سكنها الأتراك قديماً ومن بعدهم الإنجليز، وجميعهم تزاوجوا وتصاهروا مع السكان الأصليين. تعد سواكن من المنارات العلمية، فمساجدها كانت من أولى معاهد التعليم في السودان.
سواكن بتفرد معماري مميز أدهش كل من رآها. فتفاصيل مبانيها بديعة التصميم أثرية التراث، فعمارتها ليس لها شبيه مطلق، وهي متفردة في كل شيء. بنرحب بكل الناس الحاضرين معنا من داخل مبنى الجمارك بجزيرة السواكن، وبكل الناس اللي بتابعين عبر قناة سودانية 24 بلد في شاشة، الشركة الإعلامي للنسخة الخامسة من جائزة تهارقة الدولية للسينما والفنون. وكمان بجدد الترحاب بالراعي الرسمي لحفل الافتتاح، مجموعة شركات محجوبة أولاد.
المدير الفني بابكر إسماعيل واحد من أكثر الناس اللي تعبت في جائزة تهرقة الدولية للسينما والفنون في نسختها الخامسة. تفاصيل المكتب الفني مرهقة، إنك تطلع على الاستمارة الخاصة بالأفلام، إنك أنت تنتشر حتى وسط الأوساط السينمائية وتحاول إنك أنت تنزل كل الأفلام دي، وإنه يتم لجنة اختيار أولى لها وكمان لجنة تحكيم. دي قصة مرهقة وطويلة. أنا حابة جدا إنه المدير التنفيذي لجائزة تهرقة الدولية للسينما والفنون بابكر إسماعيل إنه يحكيها لكم. بيكو. السلام عليكم. أنا بابكر إسماعيل المدير الفني. أول حاجة أنا بشكر أهلي جزيرة سواكن على ترحيب وتشريف لنا الليلة، وبشكر الجميع. والله يعني منظر جميل من فوق، حاجة عجيبة. شكرا لكم والله، يعني ناس مقدرين جدا للفن ومقدرين جدا لضيوفكم، بنشكركم كلكم والله. وحب رحب كمان بكل الضيوف وبضيوفنا اللي وصلوا الليلة، أستاذ المعتصم من الأردن وأستاذ منصور الفيلي ضيف الشرف، بنشكرهم جدا على حضورهم ودعمهم لنا. أنا بس عشان ما أطول عليكم، طبعا حابب أتكلم عن الأفلام. الحمد لله النسخة الخامسة كانت نتاج لأربع نسخ سابقة الحمد لله، ويعني أثبتت لنا إنه نحن فعلاً بقى عندنا وجود دولي. استقبلنا في خلال 40 يوم 343 فيلم من أكثر من 30 دولة مختلفة، وتم تصفية الأفلام لـ40 فيلم للتنافس على جوائز تهرقة للنسخة الخامسة. وصراحة والله بنتشرف إنه كل سنة بنتعامل مع نخبة من يعني من الفنانين ومن السينمائيين في الوطن العربي على مستوى لجان التحكيم. ويزعدني انه السنه دي يكون معانا الاستاذ محمد العدل والاستاذه سلوى محمد علي الممثله والدكتور مالي خوري رئيس قسم السينما بالجامعه الامريكيه، ويشرفني جدا برضو يكون معانا المخرج السوداني هشام عز الدين، وفي لجنه الافلام الوثائقيه المخرج الامريكي ريان وايت، والأستاذ السينمائي والناقد حمد الريامي من الإمارات، ومعانا برضو الدكتور وجدي كامل والمخرج المغربي وحيد المسنة. صراحة يعني دي أسامي لها وجود ولها فعلا لها وزينة، يعني كونها تكون معانا في لجان التحكيم ده والله حاجة بيزيدنا شرف، ودي حاجة يعني بتزيد ثقتنا بنفسنا هنا، ونحن الحمد لله ماشيين كويس، يعني ماشيين على خطة ثابتة. أنا بتمنى والله إنه الناس تستمتع بالأربعين فيلم تم اختياره من قبل لجنة المشاهدة، ويعني لجنة قوية جدا وبتساندنا كل سنة، اختارت لكم خيرة الأفلام الوصلت للنسخة الخامسة. وبتمنى إنه كمان الناس السنة دي تحس بالاختلاف وتعيش تجربة سينمائية سياحية فعلا مختلفة، لأنه والله في ناس كتار تعبوا ووقفوا وفكروا وحلموا كثير عشان بس نقدر نصل سواكن ونقدر ندخل المكان الجميل ده ونقدر نعمل فعالية زي دي. وصراحة أنا بشكر كمان كل الشباب الناس اللي جات من الخرطوم، يعني دي والله يعني بغض النظر طبعا عن 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 اي حاجه، والناس صراحه كونه انه يجوا معانا اكثر من 120 شخص من الخرطوم، دي والله صراحه يعني كمان حاجه بتزيدنا شرف والله العظيم، انه الناس دي كلها ثقه فيهم، ثقه يعني هم ناس واثقين فينا جدا، وبشكرهم جدا وبشكر كل الحضور مره ثانيه، وشكرا لكم. تحياتي يا اخوان، استمتعوا. ديكم عارف.
التهارقة الدولية للسينما والفنون على أن تستضيف وتصطحب معها في كل نسخة دولة أخرى من دول العالم المختلف، على أن تكون هي الدولة الضيف، باعتبار أن الثقافة والسينما هي عنوان الشعوب الذي يظهر أو يظهر حضارتها وإرثها الثقافي الذي يميزها عن باقي الدول. في هذه النسخة الفريدة والمتميزة وبمرور 5 أعوام قررت إدارة جائزة التهارقة أن تكون تركيا هي دولتها الضيف. تركيا ذلك البلد المليء بالثقافة السينمائية المتطورة هي ضيفتنا في هذه النسخة. تحية وصفقة قوية جدا للزميل مازن تعمر. مازن الحمد لله على السلامة. السلام عليكم. مساء الخير عليكم جميعا على كل الحضور الكريم من اتنين طيب. من سنة طيبين بمناسبة عيد الاستقلال وبمناسبة حضورنا معكم هنا بمشاركة شباب جائزة التهارقة الدولية للسينما والفنون في نسختها الخامسة. بعتذر على التأخير لكن لظروف خارج عن إرادتي. الحمد لله على السلامة. خلينا نقول الحمد لله على سلامتك كثير يا مالي. منورين بورسودان السواكن بوجودكم. طيب احنا جائزة التهارقة الدولية للسينما والفنون دي نسختها الخامسة. انا كان لي الشرف ان انا شاركت معاه في النسخة الرابعة، دي كان اول نسخة لي اشارك معاه. لمست مجهود الشباب الموجود والمبذول ودي النسخة الخامسة، وشفتها من البدايه كيف الناس دي رتبوا انه المكان ده يبقى بالشكل ده عشان هم يجوا يشاركوكم الافلام اللي بتعرض من كل انحاء العالم. اكثر من 30 دوله صح يا تسنيم؟ نعم 34 دوله مشاركه واكثر من 342 فيلم وثائقي، فيلم روائي، فيلم طويل، فيلم قصير. خلينا مع بعض نشاهد برومو للافلام المشاركه في جائزه طهارقه الدوليه للسينما والفنون. خلونا نسمع تحية منكم وصفقة حارة لكل الدول والأفلام المشاركة في جائزة التهارقة الدولية للسينما والفنون في نسختها الخامسة. تميزت جائزة التهارقة الدولية للسينما والفنون في كل نسخة بأن تعكس وتظهر جانب مختلف من الإرث والثقافة المتعلق بحضارة السودان. وبمرور 5 أعوام كان لابد لنا أن نلتمس جانب في غاية الأهمية وهو السياحة. وبالتعاون مع كوكبة من أهل الفن تم إنتاج عمل ضخم متمثل في كلمات مغناة صاغها الشاعر والملحن محمد رشاد وأسامة جامبو وأحمد سنبل، وأداء الموسيقار شرحبيل أحمد والفنان الأول سيدي دوشكا والفنان والموسيقار مازن حامد. الفيديو كليب ده كان لنا الشرف في S24 إنه هو تعرض لأول مرة، كان حصري على قناة سودانية 24. خلينا مع بعض نتذكر ونشاهد الفيديو كليب الرسمي لجائزة طهارقة الدولية للسينما والفنون. تحية للمنتقى الأمين ولكل فرقة أصوات المدينة. شكرا مازن. احنا برضو عايزين يا جماعه نرحب بناس ونشكرهم جدا على وقوفهم بجانب جائزه التهارقه الدوليه للسينما والفنون. كل الشخصيات الرائعه اللي انا شايفاها امامي الان، استاذ منصور الفيلي، مروه الناير، انا شايفه كويس صح؟
أستاذ طيب مهدي أكيد، وأستاذ محمد جاد الله جبارة، وأكيد أستاذة بلقيس عوض. أنا شاكرة جدا لكل الحضور الكريم الأنيق الرائع جدا، شاكرة جدا كمان لشركة أو مجموعة شركات محجوب أولاد، وشركة تاركو للطيران، وشركة فوم، وشركة مشوار، ومركز الفيصل الثقافي، و 3D ميديا. الناس دي كلها هي آمنة جدا بأن جائزة تهرقة الدولية للسينما والفنون عندها حلم، عندها حاجة حابة أنها تحقيق حاجة مختلفة جدا. وأكيد طبعا الناقل الرسمي والشريك الإعلامي للنسخة الخامسة لجائزة تهرقة الدولية للسينما والفنون قناة سودانية 24. وتحية كبيرة لكل شباب سواكن وشباب بورسودان ولاية البحر الأحمر. ودي بداية نسختنا الخامسة، تم افتتاح اليوم بحضوركم الأنيق، موعودين بفعاليات متميزة ومختلفة ذات طابع سينمائي وسياحي تبدأ من يوم غد إن شاء الله. نترككم الآن مع مساحة استحراض رقص وغناء تراث من فرقة شوتال، وهي فرقة تهتم وتعكس جانب التراث الشرقي. نعم يستحقوا التحية، والله يستحقوا التحية من خلال الرقصات الشعبية. شكراً شوتال، حتكون معاكم الآن عشان ما تورينا الرقصات الشعبية وكمان الغناء بلهجات من مختلف القبائل. نتمنى لكم أمسية سعيدة، لحد ما نتلاقى خليكم بعافية. شكرا جميلا لكل الحضور من داخل مبنى الجمارك، شكرا لكل المشاهدين على قناة سودانية 24. دي كان افتتاح جائزة تهرقة الدولية للسينما والفنون في نسختها الخامسة، لحد ما نكمل معاكم الفعاليات في الأيام الجاية. أبقوا طيبين وفي أمان الله. Thank you.
العالم اطل الزف على الحيين اعتدام اطل الزف على الحيين اعتدام اربع منابر دارك بالكم قدام اربع منابر دارك بالكم قدام سالسيتو
مسكين ادري صوت امير يتكادنوا بعدتو يتكادنوا لا بدي نلقى بكريتو والله طرى داك عراي يصير قرم هادتو لو كموت الهم لوكا قلتو رسل السيتو قلتو رسل السيتو
طيبة مرة ثانية لكل الناس السمحة شديدة عبر قناة سودانية 24. احنا كنا معاكم من داخل واحدة من اجمل المناطق في السودان، هي جزيرة السواكن، وشفنا مع بعض اكيد انتم كنتم متابعين معنا حفل افتتاح جائزة تهارقة الدولية للسينما والفنون في الرتبة الخامسة.
زي ما عودتنا السودانية 24 دائما ان هي بلد تشارك، بيكون معاكم في كل الفعاليات في كل مكان في السودان، دائما بيكون حضور مباشر في بث مباشر. كنا معاكم في افتتاح جائزة تهارقة الدولية للسينما والفنون في نسختها الخامسة، بكرة يا تسليم هتكمل الفعاليات، عندنا فعاليات كثيرة. أكيد هي فعاليتنا هتكون مستمرة إن شاء الله من يوم 22 هو الليلة لحد يوم 26، خليكم قراب، خليكم دائما للشاشة الأقرب الأجمل قناة السودانية 24. هتكون معاكم على السودانية 24 دائما، خليكم ماسكين الريموت على ايش وقت فور. أكيد قبل ما نقابلكم تصبحوا على ألف خير.